يسعديك الحمد لله. الحمد لله، الله يبارك فيك حنان، مرحبا. ناخذ اسئلتك، تفضلي مباشره ندخلوا في صلب الموضوع. انا اختي وجهي دهني وكينوض ليا فيه الحبوب، غير كناكل شي حاجه حلوه ولا شي حاجه فيها الدهنيات كينوض ليا الحبوب، ملي كيحيد كيبقاو الاطراف كحلين. الحبوب ابيض، الحبوب في الوجه ديالك كامل، واش حب شباب ولا حبوب رقيق؟ غير النوع ديال الحبوب اللي عندك كيفاش داير؟ حبوب رقيق، حبوب رقيق، حبوب رقيق، حبوب رقيق. ملي كيحيد ليا كيبقاو بلايص ديالو كحلين. نعم. فهمتك. واحد المساله باش الاخوات يستافدوا، علاش مثلا بعض المرات كناكلوا الحلاوه كنقولوا الحلاوه واش من علاقه عندها بالحبوب؟ لان ملي كتاكلوا الحلاوه هذاك الحلاوه داك الجلوكوز اللي فيها كاين واحد النوع ديال البكتيريا كيتغذى عليه، فهذه اخر الابحاث في الدراسات ديال 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 البشره وديال مشاكل البشره. فملي كتاكلي هذيك الحلاوه هذاك الجلوكوز كاين واحد النوع ديال البكتيريا كتغذى عليه، وهي اللي كتعطي هاد النوعيه ديال الحبوب، وفي بعض الحالات كتعطينا الحساسيه. اذا باش نحاولوا نقاوموا هذا المشكل ديال البشره الدهنيه والبشره اللي كتعطينا الحبوب وكيخلي الاطراس، اذا غادي ناخذوا السالميه. هذه لكل السيدات اللي عندهم هذا المشكل ديال نعم الوجه دهني وفيه الحبوب. نعم، اذا كل الاخوات اللي عندهم الوجه دهني وفيه الحبوب وكيخلي الاطراس يستعملوا هذه الوصفه. هذه غناخذوا فيها السالميه، غناخذوا فيها زيت الخروع، غناخذوا فيها زيت اللوز الحار. زيت اللوز الحار وزيت الخروع كيقضيو على الحبوب والاطراس، والسالميه غادي تحاول تبيض لنا المنطقه وغادي تقتل لنا ديك البكتيريا اللي هضرنا عليها. اذا السالميه كناخذوا معلقه صغيره، زيت الخروع زيت اللوز الحار كناخذوا جوج معالق كبار من كل زيت، كنخليهم يدفوا في حمام مريم واحد المده ديال 15 دقيقه. من بعد هذا الخليط كنخليوه مده ديال يومين، كنصفيوه وكتوليو كدهنوا به وجهكم في الليل كاع البلاصه اللي عندكم فيها الحبوب، وكذلك حتى كاين بعض المناطق اللي كيكون فيها الحبوب، يعني بالنسبه للناس اللي عندهم بشره دهنيه راه حتى في الظهر ديالهم حتى في الكتف اي بلاصه في الجسم ديالكم عندكم فيها هذا المشكل هذا ديال الحبوب غادي تدهنوه، تخليه مدة ديال ساعة ومن بعد تمسحوه بلا ما تغسلوه، تداوموا عليه يوميا حتى تحسوا أن البلاصة صفات وما بقاش فيها هاد الحبوب والبشرة رجعت للحالة الطبيعية ديالها. واش هاد الوصفة غتساعد أيضا السيدات اللي عندهم ليتخاس في الوجه ديالهم غتصفي لهم البشرة؟ أكيد غتصفي البشرة وغادي تساعد كذلك حتى المشكل ديال الحبوب يحيد. وهذا كان سؤال من الأسئلة كذلك اللي طرحت علينا فاطمة الزهرة من مراكش، وكنت وعدتها الساعة الأولى من البرنامج أنه غادي نوصل لك أسئلتها. نعم.